كتاب. سنذهب إلى فقرة برواز. بروازنا اليوم بقيادة المتحدث باسم وزارة التجارة القدير والنبيل والرائع الأستاذ عبد الرحمن الحسين، وعن واحد من أخطر موضوعات اللي اليوم الوزارة تحاربها، التستر التجاري. نتابع ثم نعود. أنا سعيد يا جماعة وأنا أمشي قابلت الرجل البطل أبو تركي عبد الرحمن الحسين. الله يحفظك يا حبيبي. والله ما شاء الله رجل متعدد المواهب متعدد. نبغى نسألك طال عمرك عن نظام الإعفاءات اللي نشر قبل كم يوم، نظام الإعفاءات عن التستر. الناس ما هم عارفين هذا النظام، وقت تعطينا أبرز إيجابياته، وهل تحث فعلا من كان لديه تقصير أن يبادر؟ أنا أعرف أن الفقرة هذه سريعة، عشان كذا بختصر لك المعلومات كلها حبيبي أحمد. تسلم. الفترة هذه اسمها الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر. جميل. وصدرت بخصوصها موافقة المقام السامي الكريم. باختصار كل من كان متستر تجاريا ذكر أو أنثى، وباختصار التستر هو أن تستقدم عامل غير سعودي وتجعله يستفيد من أوراقك التجارية وسجلاتك ويكون العمل لصالحه ويعطيك مقابل شهري. جميل. باختصار. جميل. كل من قدم لوزارة التجارة وتقدم بطلب تصحيح وضعه سيتم إعفاءه من عقوبة السجن، سيتم إعفاءه من عقوبة الغرامة، سيتم إعفاءه من جميع العقوبات والعقوبات التبعية أيضا. لذلك هذه فرصة تاريخية لكل من تورط بالتستر. في ناس متورطين ترى بعقود، في ناس متورطين بشيكات، في ناس متورطين مع عمالة اشتروا مشتريات بملايين الريالات بأسمائهم وهم ما هم قادرين يتخلصون، فوقعوا في براثن تستر تجاري. طيب لذلك فترة العقوبة متى آخر يوم؟ 6 أشهر من تاريخ ال نعم من تاريخها حتى 23 أغسطس. يا سلام. وطبعا هي دعوة يعني لكل من ارتكب التستر التجاري أن يبادر ويصحح وضع حتى يستفيد من الإعفاء ومن المميزات. المميزات أن تكون مستثمر نظامي، أن تؤدي تجارتك وتتوسع فيها وتمارسها بكل قانونية ونظامية، أن تتوسع، أن حتى تستفيد بالأموال الخاصة بهذه التجارة، لأن الأموال المتحصلة من التستر هي أموال جريمة لا يحق لك الاستفادة منها بالنظام، لكن بعد تصحيح وضعك سيحق لك الاستفادة وتكون عنصر اقتصادي فعال وتنافس في هذا الوطن. والتستر مثل ما تشوفون هو بوابة لكل جريمة اقتصادية، وهو خلف الغش وخلف التقليد وخلف منافذ البيع الرديئة وخلف السلع المتهالكة، كل خلل اقتصادي خلف التستر في المملكة. أبو تركي أشكرك على الإضاءة الجميلة هذه، لكن أنا عندي قضية تستر بسيطة. وش عسى ماشر؟ يعني أنا متستر على حبي لك، هل هذه تخاصموني عليها؟ لابد أن تفصح. ما شاء الله عنك على سرعة البديهة. والله حبيبي الآن يا معالي الوزير أنا أقول لك عندي تستر أني أحب أبو تركي. الله يحفظك يا حبيبي. أنا مستعد لدفع الغرامات، بس أنتم قلتوا إعفاء ولا لا؟ إيه أنت فترة السماح الحين. فترة السماح خلاص. بقدر يعني ذكاء سؤال العرفج بقدر جمال إجابة عبد الرحمن الحسين. شكرا للأستاذ القدير عبد الرحمن الحسين والتعليق عندك. شوف أبو تركي الحقيقة من الأشياء المكتسبات الجميلة في الإعلام الحقيقة، لا من حيث الأدب ولا الخلق ولا المهنية. احنا ممكن الواحد تلاقي أخلاقه عالية لكن مهنيته حاضر البديهة. أنا حب خزنت السؤال قلت له أنا عندي قضية تستر، أني متستر على حبك، أحبك بس ما على الحب. قال لابد أن نفصح على طول. أعتقد لو أردنا نلتقط العبارة اللي قالها أنه التستر هو بوابة لكل جريمة، أنا أعتقد أنه لما نطلقنا على السعودية مملكة الإنسانية فهم صادقين. الآن أعطوك 6 شهور يا متستر، 6 شهور، لأنه بعد 6 شهور لين يكون في رحمة صحيح وضعك. مشينا 30-40 سنة كان في تستر، عفى الله عما سلف، قالوا لك 6 أشهر افصح اعلن وبعدين خلاص خلي الأمور واضحة. أنا في أصحاب لي مع الأسف أعرفهم كانوا متسترين، ولما قلت لهم اليوم تابعوا الحلقة ترى الموضوع مهمكم، استغلوا فترة العفو وترى الأمور واضحة وترى الأمور سهلة، والتستر هو اختصرها. قال إنك أنت تجيب ناس وتأخذ منهم فلوس بدون ما تشتغل معهم، يعني ما يبغى له اجتهادات في قانون التستر، شيء تحت الطاولة. كنا نذكر والله واحد صديق لنا شاعر شعبي كان عنده 100 عامل تاركهم ويأخذ من كل واحد 1000 في الشهر، 100 ألف في الشهر وهو ولا يدري عنهم ولا هذا هو التستر اللي الحين الحكومة، لأنه استنزاف زي ما قال أبو تركي، استنزاف للاقتصاد الوطني، أخذ وظائف للمواطنين، تهرب من الضرائب أيضا، اللي يستفيد الوافد، وإحنا مع أن نستفيد كل الأطراف في النظام. طيب وغير الحكاية عن مشكلة التستر عفوا، أنه فترة الإعفاء الحاصلة الآن
يعني فترة طويلة. نعم. كافية للتصحيح، خيارات التصحيح كثيرة جدا سواء للسعودي أو للمتستر عليه، بعد هذه الفترة لا عذر لأحد. وأنا أعتقد أن هذه الأفكار طبعا كلها من جهة وزارة التجارة، لأنه معالي الوزير ماجد القصبي كان رئيس الغرفة التجارية في جدة، فهو عارف ومحيط في المعلومات، فهو قال لا احنا عشان نشجع الناس نعطيهم صحيح. الفترة الكافية، ولأنه خلاص لابد من حل جذري لهذا الموضوع. صحيح. صحيح. ترى سنوات يا دكتور وإحنا في البرامج نتكلم وفي اللقاءات وفي الحوارات، اليوم خلاص خلاص لابد من حل ظاهرة التستر والتسول. الحمد لله تعبنا من الكلام فيها إن شاء الله. يعني إن شاء الله يجب أنه فعليا تكون حلول، وأنا متفائل كثير باللي عمل في موضوع في موضوع التستر التجاري. ننتظر 23 أغسطس ونرى ما وأنا والله متفائل، وحسب ما قلت لأبو تركي ولا الكواليس قلت له كيف تجاوب الناس، قال ممتاز، فحنا سعداء إنه الناس فعلا بدأت تفصح. عظيم جدا، لا يبرد الشاهي. اي والله يا أخي، وترى مرة استنزفتوني وهذا تستر. إنه إيش؟ إنكم أنتم ما تقولون إنه الشاهي خلص. إحنا أفصحنا عن كل مكونات الشاهي، حتى طريقة السكر اللي تحبها فيه. نروح للفاصل. طيب يلا هذا فاصل ثاني، وبعد الفاصل بنلقاكم في حكاية العرفج وفي سؤال العرفج.